أكد مجلس أمناء الحوار الوطني دعم ومساندة الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية الذي تميز بالصلابة والجدية، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، وهي التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضا التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني أمس السبت الذي استمر قرابة 10 ساعات لمناقشة العديد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية ذات الأولوية لدى المواطن المصري، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد. شدد المجلس على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعمل العملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.